5 4 3 2 1 كيميائية. هسه شنو احنا يقولون اكو كورونا واكو فيروس. اني سألت بعض الرفاق قلت لهم شنو هاي الفيروس شنو الكورونا، اريد واحد يفهمنا بيها. قالوا سيدي هي الفيروس يعني يصيب الإنسان ويهاجمه، ها، وبالتالي يقضي على حياته ويوقف له جهاز التنفسي. قلت لهم أنا خنقه يعني يلزم إخواني يقوم مثلا رقبته. قالوا لا. قلت لهم لعد شنو هو الفيروس؟ إله خشم، إله حلق، عيون. قالوا لا سيدي، الفيروس ما ينشاف إلا بالمجهر. يعني رأسا اتنخيت، قلت أنا أخو هذلة، يعني العراقي اللي ياكل بشر يخاف من شيء ما ينشاف إلا بالمجهر؟ هي هاي المرجلة؟ هي هاي الزلم؟ مش وقت تهتز شواربكم وما تخافون من الكورونا؟ ها؟ مع الأسف، مع الأسف أنتم أحفاد القعقاع تلبسون كمامات. قبل لحظة أنا اتصلت بالرفاق الأبطال قلت لهم شنو موقفكم من الفيروس، أريد موقف جدي. قالوا لي سيدي احنا جاي نتعشى زلاطة مخلوطة بالفيروس بالكورونا. قلت لهم عافية يعني ما تخافون منه؟ قالوا لا، احنا ترباتك، احنا ابناء العراق ما نخافوا من الفيروس الكورونا اينما كان او يكون. وبالتالي يعني دائما أوجه بعض الكلمات للأخوة من الشعب ونقول لهم الدواء لا يباع. اعلنوا يقولوا الدواء مجاني، المصال المجانية، مش حتنتشر الفيروسات لأن خلقوا فيها باش يعملوا مصال وباش تكسب منها الشركات الرأسمالية. هذه معالجة خطأ. اعلنوا الأدوية لا تباع مجانية، يصنعوا فيروس وينشروه في العالم باش الشركات الرأسمالية تحصل أموال ببيع الأموال. عيب، هذا حرام عليكم، الأمصال لا تباع، الدواء لا يباع. أقروا الكتاب الأخضر، لا يسمح ببيع الدواء.